مشاهدينا مكملين معاكم في رابع يوم العيد والفتره المفتوحه، وهذا عيدنا. معانا فقره تغذيه صحيه مع الدكتوره ايناس محب، خبيره التغذيه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره ايناس، نورتين النهارده. ويمكن احنا جايبين حضرتك علشان دايما احنا بيحصل لنا انتكاسه في شهر رمضان، لان ما بقاش في اتزان للاطعمه اللي بتبقى موجوده، والناس اللي كانت بتعمل رياضه خلاص بتقفل الرياضه في شهر رمضان. كمان الاسلوب التغذيه اللي بنبقى ماشيين عليه قبل رمضان مش بيبقى موجود في رمضان، بيبوظ طبعا في حاجات كتيره. والكحك والبيض فور بالظبط كده، والبسكوت، الحاجات دي كلها فيها دهون وسكريات، فكله بيبوظ. فانا عايزه اعرف دلوقتي انا ارجع اعاود نشاط الرياضي ونشاط نظام الغذاء الصحي بعد رمضان ازاي؟ اولا كل سنه وحضراتكم طيبين، والشعب المصري كله يا رب طيب وبخير، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا يا رب. هو احنا محتاجين الفتره دي قوي قوي ان احنا نتكلم على طريقه التغذيه الصحيحه، اولا علشان الظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها اللي هو الكورونا. فما فيش عندنا اختيار ان احنا نقول يا جماعه احنا هنبوظ او هنمشي صح. احنا يا جماعه عايزين ربنا يحافظ علينا، لان احنا في الاول وفي الاخر هنتسال عن صحتنا دي. فمحتاجين كويس قوي ان احنا نركز في الحاجات الصحيحه اللي هتزود المناعه بتاعتنا. فبنقول ان احنا عندي ثلاث حاجات مهمه قوي ان انا ابعد عنهم في النظام الغذائي بتاعي، سواء بقى كان في مناسبات او ما فيش مناسبات. طبعا الناس عملت كل حاجه في رمضان ما شاء الله عليهم، وفي العيد ربنا برضو يحفظهم ويكمل الدنيا على خير، بس احنا محتاجين ضروري قوي ان احنا نتكلم يا جماعه انا لازم نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا. ففي ثلاث حاجات لازم نبعد عنهم، هي السموم البيضاء، الملح، السكر، الدقيق. ده من اقوى الحاجات اللي كلنا اللي هو المعجنات. بالظبط كده، معجنات اللي احنا كمان بنعود اطفالنا عليها. للاسف ده كل حاجه جدا. ما هقول لحضرتك بقى، ما هو احنا بنتكلم هيلثي لايف ستايل، يعني الصحه تبقى اسلوب حياه. زي برضو ما بنقول ان سبورتس لايف ستايل، الرياضه اسلوب حياه، الاثنين مدعمين لبعض، والاثنين لازم يكونوا حاجه واحده في صحتنا ان شاء الله او في حياتنا المستقبليه، وخصوصا في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا مش بنخوف الناس ولا حاجه، هي كل حاجه بتاعت اقدار ربنا، بس لكل شيء سبب. يعني المفروض ان احنا بناخد بالاسباب عشان برضو هنتحاسب على صحتنا، وعايزين نحافظ عليها ونعيش حياتنا بطريقه ان شاء الله كويسه جدا، ما يبقاش في عندنا مشاكل او مخاطر، او ما نديش لنفسنا، ما نلقيش بنفسنا بالتهلكه. طيب من كلام حضرتك كده، ان الاغذيه او الاطعمه اللي المفروض تتواجد في كل وجبه عندي ده مبدئيا، بعد كده انا عايز اعرف ايه اللي انا اقدمه للاطفال وايه اللي ما اقدموش. ما احنا بقى هنتكلم، احنا مبدئيا قلت لحضرتك انا عندي ثلاث حاجات، سواء اطفال شباب كبار سن، عندي الحاجات دي ممنوعه، يعني ممنوعه ان هي السموم البيضاء، ملح، سكر، دقيق ابيض، دي حاجات للجميع. يعني البيتزا الواحد بيبقى نفسه فيها ما ينفعش اجيبها. ما هي دي مشكله، ما اقول لحضرتك على حاجه، يعني قولي البيتزا ممكن ماشي ناخد بارت بس ما نزودش، يعني ما نفرطش في الحاجات دي. تمام، لكن عندي كارثه ثانيه اللي هي السكريات. السكريات بتضرب جهاز المناعه. ده كلام حضرتك بيقول لنا ما تاكلوش كحك العيد، امال مين اللي هياكله؟ ما يعني ما ناكل كحكايه يا جماعه مش العلبه. يعني هو احنا برضو امه يعني وسط، وربنا والرسول عليه الصلاه والسلام حسنا ان احنا كل حاجه ما بقاش فيها افراط. بس في حاجات هتضرنا هنتحاسب عليها قدام ربنا. احنا دلوقتي في ظروف ما ينفعش يبقى عندنا اختيار نقول طب ممكن ناخد، هتضري نفسك انت، موافقه بقى تضري نفسك؟ خلاص احنا بنقول اللي علينا. بس يا جماعه جهاز المناعه الحاجات دي بتضربها بقوه، واحنا لما بنيجي نتكلم بنقول احنا عايزين نعمل سبورت كلنا للجهاز بتاعنا بتاع المناعه. انا قلت الحاجات اللي ممكن يعني ما تخليش عند جهاز المناعه قوي، السموم البيضاء. طيب والحاجات التي يجب ان ابتعد عنها، ايه بقى المفروض يتواجد معايا في كل وجبه؟ بروتين اساسي، البروتين معانا اساسي، وبرده ما فيش منه افراط. يعني احنا عندنا البروتين بيتمثل في اللحوم، في الاسماك، في البيض، في عندنا يعني لو ما فيش لحمه فالبيضه تكفي. بالظبط كده، في منتجات الالبان، في كل حاجه. الجبن؟ احنا عندنا طبعا وفي يعني الزبادي اليوناني ده فيه كميه بروتين عاليه جدا جدا. اللبن الرايب، الجبن القريش، يا جماعه احنا عندنا اختيارات. والله وكمان احنا ممكن نحلي اكلنا، يعني احنا دايما ايه بنبص لحاجه ان هي
جبنه قريش، نحط عليها معلقه زيت زيتون، نحط عليها شويه فلفل اسود، شويه كمون، والله تبقى حلوه قوي. طماطمايه، خيارايه، اكل حلو قوي. والاكل اللي احنا من قديم الازل يعني موجود، يعني دايما حضرتك تقول ايه، بلاش الحاجه المصنعه، الحاجه اللي ما كانتش موجوده او ربنا ما خلقهاش، دي حاجات بتضر الانسان. يعني دايما في بروتينات برضو بتبقى مصنعه زي البنيهات وال، ما هقول لحضرتك دي بقى اضافات دي احنا ما شاء الله مخترعينها، يعني من الحاجات القويه. ودايما يقول لحضرتك ايه، هو احنا بنضرب الدنيا عندنا وبنبوظها بايه، ان احنا بنعلي نسبه الانسولين في الدم. نسبه الانسولين في الدم بتعلى امتى؟ لو كلت بروتين لوحده ما يعمليش حاجه، يعني بروتين وسلطه، طبق سلطه. لو كلت بروتين مع دهون صحيه، الدهون الصحيه دي متمثله في السمنه البلدي، البلدي يا جماعه اللي كانوا بيقولوا لنا لا ما تتاكلش، وده كلام لا انا عارفه ان انا لازم كل السمنه او الزيت المهدرج اللي احنا بنستعمله نستبدله بالسمنه البلدي او الزبده البلدي. بالظبط بالظبط، بدل كل الحاجات المهدرجه اللي جابت لنا سرطانات وجابت لنا امراض مزمنه وجابت لنا التهاب مفاصل، ويعني وعجلت بموت الناس. يعني دي من ضمن الاسباب القويه اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا عايزين نبتعد عنها. دي الحاجات اللي بتضرب المناعه. ان احنا بنعمل ميكس بقى، يعني نعمل ايه، مكرونه بالبشاميل. شوفي حضرتك مكونات المكرونه بالبشاميل دي عامله ازاي، الشعب كله بسم الله ما شاء الله بيعشقهم، من ضمنهم انا والله، يعني من ضمن الناس اللي كنت بحب جدا مكرونه بالبشاميل. بس يجي يقول لك يعني لما بقينا ما فيها بروتين، ما احنا بنحط اللحمه المفرومه، ما هو بروتين. بصي بقى حضرتك، بروتين معاه مكرونه نشويات، فبروتين ونشويات يعلوا نسبه الانسولين في الدم، فتضرب تضرب تضرب مناعه، يعني تضرب مناعه. حضرتك تعالي شوفي البروتوكول لما يجي يقول لك لا قدر الله، الناس بتاخد بروتوكول بتاع الكورونا، يقول لك الحاجات دي نوي انها تتاخد. طب ليه يا جماعه، طب ليه احنا نوصل نفسنا ان احنا نوصل للمرحله دي؟ برضو انا مش عايزه اجي على الناس قوي، وعايزه الحاجه يعني تتعمل لمصلحتها. السلطه سمعت ان هي بتبقى وجبه مهمه في كل، يعني جداً جداً في كل وجبه السلطه مهمه، بس مكونات السلطه ايه بقى؟ الشوربه. في ناس بتعمل طماطم وخيار سلطه، لا انا عايزه خضروات، المفروض ان هو يتوافق فيها على الاقل خمس الوان. بالظبط كده، لان السلطه فيها فيتامين ومعادن احنا محتاجينها. الفيتامين اللي الدكاتره بيقولوا الفيتامين، انا ممكن احط ايه على السلطه؟ فيتامين سي، احنا ممكن نحط كل حاجه، كل حاجه، وتبقى وجبه كامله متكامله. يعني حضرتك ممكن تعملي مثلا تحطي على السلطه بروتين عادي ويتاكل. زي ايه؟ التشيكن بتتقطع قطع كده وبتتحط في قلب السلطة، وبيتحط معلقة زيت زيتون قوي جدا جدا، وحاجات مش مهدرجة، ودهون مفيدة. البصل، بالظبط كده، كل فلفل الوان، فلفل الالوان بالظبط كده، الخيار، الطماطم، ده حاجات بتبقى موجودة دايما في البيت يا جماعة. الحاجات دي مهمة جدا جدا، كل دي كالسيوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، اللي هم بيقولوا لك خدي زنك، خدي بوتاسيوم، خدي مغنيسيوم عشان صحتك، عشان مناعتك، عشان جهازك المناعي. ناخدها من الحاجات اللي انا سمعت ان الطماطم لوحدها بتبقى خطيره الصحيه، عشان الاملاح. يعني الاملاح فيها زايده وبتتخن، ان هي مش ما هي املاح، مش بتخسس ولا حاجه يعني. لا هي، بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو كل حاجه مفيده بس مش افراط. يعني ما اجيبش كيلو طماطم او نص كيلو طماطم واكلها، ما اجيش اعمل طبق سلطه واحط الطماطم لوحدها اكتر من الخضروات. لا بتبقى في نسبه وتناسب. انا يهمني في طبق الخضروات ان الاخضر والالوان اكتر، انما ما احطوش كله طماطم، ما احطوش كله خضار، لا انا عايزه بقدونس، انا عايزه كرات، انا عايزه احطوا جرجير يا جماعه، حطوا فلفل الوان، حطوا كل حاجه موجوده عندكم، حطوا خيار، حطوا طماطم، حطي زيت زيتون، حطي معلقه خل، مع يعني كل الحاجات دي بتقوم جهاز المناعه، بلس ان هي بتخليك انسان صحي، يعني بتحافظ على صحتك، ما بتبقاش تعبان. هقول لحضرتك احنا كنا لسه في رمضان، اسالي اي حد ما بتخرجش ليه بعد الفطار؟ بتنح، كلنا بنتنح. بتنح ليه؟ في نفس أخرج. عشان بسم الله ما شاء الله احنا بناكل حتى الموت، يعني بناكل حتى يعني اكننا ايه، يعني ده يعني ده الصيام ده معمول عشان احنا يعني نرتاح، الاجهزه الداخليه بتاعتنا كلها ترتاح، فما بتلحقش يعني ترتاح الصبح وتتدمر طول النهار. لا هي الطريقه اللي بنفطر بيها هي اللي بتبقى غلط، ان احنا بندخل مباشره نلتهم على كل حاجه اللي موجود على كل الصفرة. حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني حتى ايه، عارفه حضرتك لما يكون في حد بقى كويس ومثلا فاهم فيقول حتى للعيله طب يا جماعه ثانيه واحده، انا هشرب ماء مثلا، ما ياخد تمريه واقوم اصلي.
تعالى كل الاول. ايوه بالظبط يا عم كده. تعالى لا ما تصرفش يا عم كمل تاكل انت كنت صايم انت لازم تاكل. هو برضه مش فاهم هو الثقافه العامه لا هي مش متواجده الوعي بس انا اقول لحضرتك على حاجه يعني احنا عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له بجد عامل حاجات لينا قويه جدا يعني عامل لنا الرياضه امن قومي عامل لنا نوادي كتير جدا عامل لنا عشان الناس تمارس رياضه عامل لنا الصحه المراه انك تحافظي على صحتك تروحي تكشفي بدري الاعلانات التوعيه اللي بدات تنزل السكريات والناس اللي عندها سكر الفيروس والناس اللي عندها فيروس ولازم تحافظي على صحتك ازاي وما تجيبش الاكل اللي بره وكل الاكل البيتي والاكل البيتي يكون اكل صحي كل دي حاجات توعيه لازم احنا كلنا نبدا كلنا ان احنا للاسف كلنا طالعين متعودين من اهالينا ما شاء الله كده. احنا لا لازم الرز مع اللحمه مع الخضار ويتحطوا على بعض ويتاكلوا يعني احنا لازم نبدا لا طبق السلطه ده مهم جدا ان انت حضرتك تبداي بيه احنا ممكن ناكل معلقتين ونقوم نصلي كنا في رمضان ليه ما نعملش كده دلوقتي ربنا بيقول لنا وفاكهه مما تتخيرون ولحم طير مما تشتهون مين بيعمل كده حضرتك الفاكهه بتبقى اللزقه بعد الاكل على طول يعني تخلصي الاكل حل بقى يا حبيبي هي والسكريات يعني ما شاء الله ما فيش فواصل اعلانيه بس انا سمعت ان الفاكهه اصلا في حد ذاتها صحيه هي ما فيش فيها ضرر فلما انا اقول لحضرتك حاجه حتى لو بكميات هو ليه بقى الفاكهه دي مش مشكله انا هقول لحضرتك ليه الفاكهه مش بعد الاكل دايركت انت حضرتك بتاكلي مثلا بروتين تمام ودهون صحيه تمام فقاعده الحاجات دي بتقعد اربع ساعات عشان تتهضم يعني انا استنى اربع ساعات لا ما هقول لحضرتك لا ما هو مش كده هو ليه ما هو شوفي ربنا سبحان الله ومن امتى القران نازل ليه فاكهه مما تتخيرون لما تاكلي فاكهه بعد الاكل الفاكهه المفروض ان هي بتتحرق بسرعه لان هي سكريات برضو ونشويات تمام فما بتاخدش وقت عشان تتحرق فلما تقعد بقى في المعده مع البروتين والدهون المفيده اللي انا نزلتها اربع ساعات فتتخمر فتبوظ لي الجهاز الهضمي بتاعي فاحنا برضو يا جماعه مين بيقول مين يعني قلائل من الدكاتره توعيه صحيه كبيره جدا ما والله يا ما هو احنا بنحاول يعني احنا بنحاول احنا اغلب نظام اكلنا كله يعني مضر ما هو احنا لما جينا نتكلم قلنا ايه احنا يعني بنقول ان احنا عندنا موانع يا جماعه لما حد يقول لك اصل انا مش قادر ده براحتك مش قادر استحمل اللي هيحصل استحمل ظهور الشيخوخه المبكر استحمل المناعه انا عايزه اعرف برضو ايه اللي ابتعد عنه وما يخليش عندي شيخوخه مبكره يعني انا برضو الشيخوخه المبكره ده انا يعني موجوده بشكل كبير جدا ملاحظ ان تلاقي الشاب لسه صغير ولكن شكلا كبير جدا في السن وعلى فكره هو موجود العكس ان ممكن حد يبقى كبير سنه ولكن شكله صغير في اللي بيخلي الكبير شكله صغير واللي بيخلي الصغير شكله كبير ده هنعرفه بس بعد الاتصال اللي معايا عزه اتفضلي يا استاذ عزة. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. الله يخليك، والصحه والسلامه. طيب احنا معانا دكتوره اتفضلي، معانا الدكتوره ايناس ممكن اتفضلي. اكلم الدكتوره معلش؟ مع حضرتك. اتفضلي. ايوه يا دكتوره، بقول لك انا مريضه صمام ضغط ومن ساعه ما خدت العلاج وانا صحيتي مقفوله. تمام. تمام عند حضرتك اسئله القلب. تانية؟ صمام القلب صمام القلب وبعدين من ساعه ما خدت العلاج كنت الاول عادي باكل وكل حاجه بس دلوقتي مش عارفه ليه حاسه ان الشهيه مقفوله ولا الميه ليا نفسي ليها ولا الاكل ليا نفسي ليه تمام طيب حضرتك عندك هو عند حضرتك اسئله تانية طيب لا هو بس طيب الدكتوره بتسال حضرتك كم عندك كام سنه عند حضرتك كام سنه عندي 47 ماشي اشكرك لسه صغنونه خالص ما شاء الله وزن حضرتك قد ايه طيب اشكرك على اتصالك طيب هي طبعا صغيره جدا على يعني حتى لو في حاجه زي كده فهي لازم تراجع الطبيب بتاعها لان هم بيبقى ليهم برضو نظام مختلف يعني هم مش محتاجين اي حاجه ترفع الكوليسترول في الدم لا انا عايزه طيب اعرف وجه عام برضو امراض القلب ايه الاطعمه اللي هي يجب ان تتوفر ليهم ويجب ان يبتعدوا عنها تمام فايه اللي هو المفروض يبقى متواجد على المائده بتاعتهم كل وجبه بص حضرتك زي ما احنا قلنا كده احنا عندنا طبق الخضار ده مهم جدا 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 لان احنا مش محتاجين الحاجات اللي بترفع نسبه الانسولين او الكوليسترول في الدم تمام بناخد البروتين
بتاعنا او الدهون بطريقه صحيه، هم على حسب حالتهم لازم يراجعوا الطبيب، لان هم يعني كل هم من المفروض ان هم يبتعدوا عن اي دهون طبعا، لان ليهم معدلات، وبعدين كل حاله بيبقى ليها اكل معين ونظام معين، لازم الدكتور هم بيكونوا متابعين معاه. يعني انا ما ينفعش اجي اقول مثلا هي ما قالتليش وزنها قد ايه، بتمارس رياضه ما بتمارس، الحاجات دي كلها بيبقى ليها فروق فرديه. بعدين الطبيب المعالج بيروح كاتب لستة كده، اول ما بنخلص الحاجات دي احنا المفروض ما ناكلش كذا ونبتعد عن كذا ونبتعد عن كذا، ايه الحاجات اللي احنا المفروض نبتعد عنها؟ الكوليسترول ما يعلاش في الجسم، الحاله النفسيه ما تبقاش سيئه، لان كل الحاجات دي بتاثر. امراض القلب من الحاجات اللي المفروض يبتعدوا عنها، الجبن والبيض والحاجات دي كلها. بالظبط كده، ما هي الحاجات اللي بترفع الكوليسترول. يعني ما احنا ذكرنا في الاول الاغذيه المفيده، وذكرنا منها البيض على فكره، والجبن والرايب واللبن، ولكن الحاجات دي كلها مش مفيده بالنسبه لامراض القلب. ما هو بالظبط كده، في حاجات بتبقى مفيده بوجه عام، ولكن بعض الامراض يجب ان احنا نبتعد عن بعض الاطعمه. بالظبط، هي الاطعمه اللي احنا بنبتعد عنها مع امراض القلب، اللي هو الطعمه اللي بتزود نسبه الكوليسترول في الدم، الدهون بقى واللحوم بيبقى ليهم حاجات معينه او كميات معينه، زي مريض السكر كده بيبقى ليه نظام معين لازم يمشي عليه، وبيبقى اسلوب حياه ليه، عشان لا قدر الله بعد كده ما بيحصلش مضاعفات. تمام. طب انا في ناس كتيره بتشتكي من عدم ثبوت الوزن، اللي الوزن طالع نازل طالع نازل، فانا لو عايزه اثبته على وضع معين ايه الحاجات اللي اتبعها؟ ما هقول لحضرتك على حقيقة، احنا بنقول دايما يا جماعة، في ناس تيجي تسأل الوزن المثالي. احنا يا جماعة عايزين نعرف الوزن المثالي، احنا ما بنثبتش، احنا بعد ما بنمشي على نظام غذائي بنلاقي نفسنا رجعنا تاني بسرعة. ليه يا جماعة؟ ما احنا ما عندناش عادة. يعني احنا لما بنيجي نمشي، يعني مثلا كانوا يقولوا الوزن المثالي الوزن على الطول، يديك الطول اكتر، والوزن بيبقى اقل كده 2 3 كيلو. بالظبط كده، فده يديك الوزن بتاعك. فاحنا لا، احنا مش عايزين نقول كده، احنا بنقول طب انا ممكن يكون حد عنده وزن والوزن بتاعه مثالي، بس مثلا عنده دهون على الكبد، عنده مثلا دهون في منطقه البطن، جسمه مش متقسم كويس. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها الرياضه. لا انا عايزه ماشي، ما هو الرياضه طبعا مهمه جدا، ولكن في ناس كتير وقتها مش فاضي ان هي تعمل رياضه، فبيبقى الاكل هو اللي ممكن، لانه على طول متواجد. ما ينفعش يا جماعه نقول كده، دي برضو من ضمن الاخطاء. لازم رياضه، اللي احنا بنقع فيها ما ينفعش. ليه؟ انا الجهاز الدوري التنفسي بتاعي عشان يشتغل صح، والجزء الوظيفي اللي عندي يشتغل صح، لازم رياضه. ما فيش رياضه ما ينفعش نهائي ان انا اقول كده خالص. يعني لازم الرياضه مهمه جدا جدا مع النظام الغذائي، الاثنين لو انفصلوا عن بعض مش هوصل للصحه اللي انا عايز اتابعها او اكمل بيها، فدي حاجه مش صحيه خالص، بالعكس. طب ما احنا برضو لازم نعرف ايه الرياضه اللي ممكن اتبعها يوميا، وما تبقاش يعني مضيعه للوقت بالنسبه للعاملين. والله دكتور مجدي يعقوب اللي هو دكتور القلب. طب بس ناخد الاتصال اللي معانا وهتقول لنا دي، علشان هنختم بيها، لان انا فقرتي خلاص اوشكت على الانتهاء. مفيش مشكله. ماشي، انا معايا الاستاذ محمد سعد، مقدم برنامج مع المستشار، وهو زميل معانا في القناه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيب استاذ محمد. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. تسلم. من المداخله اولا حضرتك بالشكر، بتدينا الفرصه ان احنا نضيف نقص الصحه قدامنا. ربنا يبارك في حضرتك، ده احنا اللي سعداء باتصال حضرتك. فبما ان حضرتك زميل ولازم اعرف طبعا كحك العيد عملتوه ولا ما عملتهوش، والعيديه اخبارها ايه يعني معاكم، يعني مين اللي بيدي عيديات ومين اللي بياخد؟ يعني طيبة مع كل سنة هم طيبين، وربنا أيضا يرجع أيامنا كلها مصطفى حبيبة. اللهم أمين يا رب. وفي الفرصة دي ونحب نفوز الفرصة دي، وطبعا ندعو طبعا لنا فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم ويثبت أحكامهم. اللهم أمين. يعني ممكن مداخلات مكتوبة، عشان يعني أقول بتشيل الفرصه ان انا اشكر كل العاملين في الصحه والبنون، الناس اللي هي كان ليها فضل عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يعني نطلع البرنامج بالصحه. لا، ما انا هو في سؤال برضو لحضرتك عن العاملين في قناه الصحه والجمال، اخبارهم ايه مع حضرتك؟ ويعني اكيد في يعني
في شغل وفي عمل لظهور برنامج حضرتك بشكل افضل، فلازم حضرتك تكلمنا طبعا عن التعاون في القناه شكله ايه. ولكن قبل ما حضرتك تجاوبنا على السؤال ده، فانا لازم تحكي لنا استقبلت العيد ازاي. استقبلنا العيد بكل فرح، وخاصة ان انا معايا خبير التغذية استاذ محمد، واكيد كلنا بناكل كحك العيد برضو والبسكوت والحاجات دي والدهون. اخبارها ايه مع حضرتك والسكريات؟ كحك العيد جهزنا كلنا. لا عايزين نرجع بقى، عايزين نرجع، سيبنا من كحك العيد، مش خلصناه خلاص. طبعا انا عايز بشكر الدكتوره اللي مع حضرتك طبعا، يعني بتقدم لنا نصايح جميله جدا ان احنا يعني نحافظ على صحتنا. بس عايز اقول لك ان معظم الناس طبعا بتخوف تطلع من رمضان بقى، يعني بتبقى وحشه الاكل، بتحس البسكوت والفحش والحاجات الجميله دي. تمام. طيب استاذ محمد برضو يعني عايز اعرف رؤيه حضرتك لتطوير البرنامج، ويعني تعاون العاملين بقناه الصحه والجمال اخبارهم ايه مع حضرتك والظهور ببرنامج حضرتك اللي يعني بشكل يليق بقناه الصحه والجمال الفتره القادمه. والله يا فندم، قناه الصحه والجمال اصلا قناه مميزه، قناه متنوعه، برامجها كلها يعني شامله، فيها برامج الصحه اللي بتتكلم عن الصحه، برامج بتتكلم عن الطب، برامج بتتكلم عن القانون. انا برنامجي كان مختص طبعا بالقانون، مقدم انا كان فكرتي في البدايه ان احنا يعني عايزين نقدم معلومه قانونيه للمشاهد بشكل بسيط، توصل له المعلومه بشكل صح. طبعا لقيت الدعم كامل من القناه، من كل عاملين في القناه، ان هم قدروا يحققوا لي الفكره بتاعتي او الطموح بتاعي ان انا ابدا اوصل المعلومه القانونيه للمشاهد بشكل سهل وبسيط. تمام استاذ محمد سعد، اتمنى لحضرتك التوفيق في برنامج حضرتك مع المستشار زميل فضل معانا في القناه، اسعدتنا باتصال حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. سريعا لان انا فكرتي انتهت، فعايزه اعرف الرياضه السريعه لانقاص الوزن تكون ايه، ولا انا ممكن اعملها يوميا في حياتي؟ لو هنمشي، لو هنصحى الصبح نشغل اي حاجه قبل ما ننزل الشغل، نتحرك في البيت، لو ما عنديش مشاكل في ركبي انط الحبل، البنانيت ممكن يرقصوا اي رقصات كده جميله، يعملوا ورك اوت والله العظيم. اسمها زومبي ولا اسمها زومبا؟ اسمها زومبا. فيعني اي حاجه يا جماعه، ما ينفعش نقول مش هنلعب رياضه، ما ينفعش. احنا بنتفرج على التلفزيون. بس هو لازم الصبح بدري ولا ممكن في اي وقت في اليوم؟ هو يفضل الصبح، لكن لا الرياضه في اي وقت طبعا، في اي وقت مهمه جدا جدا يا جماعه. الموضوع مش هيكتمل غير بكده، يعني ما يكتمل. يعني حضرتك ما تقوليش انا همشي على نظام بس وهبقى كويسه خالص، انا لازم يكون عندي عضلات قويه، لازم وانا يكون. كان نفسي يبقى معايا وقت اكتر وكنا عملنا يعني رياضه. والله ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. زومبي زومبا زومبا لا زومبي دول اللي بياكلوا الناس. لا هي مش الزومبا بس يا جماعه، هي رياضه مختلفه متنوعه. واحنا بنقول الناس تروح للحاجات اللي هي بتحبها، يعني في ناس بتحب الزومبا، في ناس بتلعب سكوات، في ناس بتلعب كروسفيت، في ناس بتمشي بالظبط كده، في ناس بتمشي، في ناس بتجري، في ناس بتلعب سباحه، ناس بتلعب قدم، العاب قوه. لا احنا عندنا حاجات كتير، نوع من انواع الرياضه، فهو مهم ان احنا مهم نلتزم بيها ونستمر جدا عليه جدا في حياتنا، وخصوصا يا جماعه ان احنا لازم نهتم بالعضلات. دكتوره ايناس محب خبيره التغذيه، نورتينا النهارده في البرنامج وفقرتي واسعدتينا بجد بالمعلومات المفيده اللي حضرتك قلتيها، وان شاء الله نلتقي في حلقات ثانيه باذن الله. وشكرا جزيلا لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه. احنا نطلع فاصل وارجع لكم تاني، انتظرونا مكملين معاكم.